فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السارق قد قطعت يده اليمنى بسبب حادث سابق ثم سرق، فهل تقطع يده اليسرى في هذا الوقت؟ لا، تقطع أول شيء تقطع يده اليمنى، فإن عاد تقطع رجله اليسرى من خلاف، فإن عاد تقطع يده اليسرى، فإن عاد تقطع يد رجله اليسرى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.